على صور النبوة في أم القرى اكتملت يوم في أقبال مولده عن مشهد معجل طوينا وتلقينا دعني الله عليه وسلم. نريد أن نوصل إلى العالم أجمع رسالة مفادها أن مدينة الموصل مدينة تربت على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قد اعتادت على إقامة مثل هذه الاحتفالات عبر سنواتها التي سبقت سيطرة تنظيم داعش على المدينة. نقول أن أهالي المدينة لا زالوا يمارسون هذا الأمر، ولا زال حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتجسد عبر إقامتهم الاحتفالات بهذه المدينة، وأنهم بريئون من أفكار داعش. الحمد لله والشكر، بعد ما خلصنا من تنظيم داعش اليوم جيت أشارك بهذا المولد، هو في سوق باب الصرايع قرب جامع الباشا. نلاحظ بين الأجواء رجعت الجميلة، رجع المولد، توزيع الشقليت، الشربت، الأناشيد الدينية اللي كانت ممنوعة بوقت داعش اليوم رجعت. كانت تقام الاحتفالات والموالد والابتهالات في هذه المناطق، ونريد أن تعود هذه المنطقة إلى سابق عهدها وتعود الحياة إلى السوق وإلى المحلات، فالناس ترجع الحركة الطبيعية وتحتي بأهلها وبأصحابها. الله عليه وسلم، اللهم أحيي ذكرك وذكره.